اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا عندنا. صباح الخير عليكم. تعالوا مع بعض بقى نشوف هنعمل وصفات النهارده حلوه جدا ومفيده جدا وكلها فيها حاجات كده اوميجا 3. هنعمل النهارده سمكه سلمون، شرايح من سمكه السلمون بكريمه البروكلي، وهنعمل كمان كب كيك تونه، والحلو بتاعنا النهارده هيبقى مربى فراوله. طيب اول حاجه انا سخنت الطاسه كويس جدا خلاص، وهحط بقى الزبادي، بقول الزبادي، الزبده كده خلاص، اهو سمكه السلمون اهي، والبروكلي دي المقادير، سمكه السلمون والبروكلي، ومعانا كمان بصل اخضر، كرفس، بقدونس، ثوم، بابريكا، كريمه، ساور كريم. خلاص طيب اهو كده نرش رشه فلفل اسود بسيطه وملح. الملح مهم جدا في وصفاتنا الايام دي. خلاص واجيب كده قطع السمك واقوم جايبه كده قطع السمك واجيب فصوص الثوم واحطها كده زي ما هي. عايزه اقول لكم الريحه طالعه دلوقتي حلوه قوي، الزبده مع الثوم مع السمك، نرش رشه من الملح كده بس، هو مش هياخد وقت خالص عشان يستوي. هنا بقى هجيب الكبه واحط فيها البروكلي اللي انا سلقاه سلقه بسيطه عشان بس يبقى طري. ماشي خلاص، وهحط معاه حبه كده من البصل الاخضر مع الكرفس مع رشه بابريكا خلاص، مع معلقتين كريمه كده واقوم ضربه كل ده في الكبه. كده بصه نحط بس فصين توم كده يتضربوا معاه. كده اهو يعني هو ما بياخدش وقت خالص عشان يستوي، وانا هقلبها كده
هستخدم المجحاف كده عشان ما يتهريش مننا. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا. نضرب دي كده تاني. بس هجيب بكده طاسة صغيرة احط فيها بقى كريمة البروكلي دي. ريحتها حلوة قوي. بصوا البروكلي طبعا مفروم فرم خشن. انا بس عايزه ادوق ده كده اشوف ناقصه ايه. ناقص ملح. ومكعب زبدة كده ايه. بصوا ده كده ايه خلاص. نحط له كده البصل الاخضر مع الكرفس. مع الكريمة ونوطي النار خالص لان هو اصلا استوى خلاص. بس ماشي كده. ونبص بقى على الطاسة نسيح كده الزبدة جواه. هجيب طبق التقديم. معانا علا. صباح الخير يا علا، ازيك؟ صباح النور، ازيك يا شيف؟ ازيك انت يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي يا حبيبتي. وانا كمان يا روحي. قولي لي، عايزه اسالي على حاجه؟ كنت عاوزه اسال على طريقه البصمات. البقسماط؟ اه. حاضر حاضر حاضر، اكتبي ولا عندك طريقة البقسماط. عايزة حاجة تانية؟ طيب دي أول حاجة. هنعمل ايه بقى؟ هنحط دي كده في الأرضية كده اهو خلاص. وهسيب شوية لا نطلع فاصل الاول، لسه سلام هقدمه بعد لما اطلع من الفاصل. ماشي طيب، نطلع فاصل ونرجع هنكمل بس كريمه البروكلي لما نرجع، ونقدم السمك وهنعمل كمان كب كيك التونه. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي. بصوا بقى اهو السمك السلمون استوى خلاص. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا جدا. على فكره انا من الناس اللي بحب مثلا السلمون المدخن اللي هو السيمون في مي، لكن ده مش بحبه قوي. الطريقه دي هتخلي اللي ما بيحبوش يحبوا. طعمه حلو قوي قوي. الكريمه انتوا عارفين دايما بتطعم الاكل،
وفي نفس الوقت الكرفس والبصل الاخضر كمان بيديله طعم حلو قوي. هنعصر عليه دلوقتي ليمون، ودي من الوصفات اللي احنا ماشيين عليها للنظام بتاعنا، نوع من انواع التغيير عشان احنا بنبقى زهقانين. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب كده نص ليمونيه هحطها هنا كده وعصرها كده اهو، خلاص. طيب بقيه البروكلي هحطه كده ايه مع الصوص بتاع السمك والكريمه عشان ياخد طعم السمك، خلاص. عايزه اقول لكم وجبه مفيده جدا وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي، هتتبسطوا بيها قوي. هبتدي بقى اخد كده السمكيه ماشي، عايزه السمكيه تبقى باينه. كده اهو اهو، انتي تقضي فردين مستريح جدا، ممكن تلاتة كمان لو بناكل يعني احنا معدتنا صغيرة شوية، بس فردين مستريح على اساس ان احنا بيبقى نفسنا يعني بناكل الكمية اكتر شوية عشان احنا ما بنحطش ولا نشويات ولا عيش ولا اي حاجة من الحاجات اللي ممكن تشبعنا، خلاص، فبناكل الكمية اكتر شوية. معانا مازن. الو، ايوه يا مازن، انا عايزه اعرف طريقه اللانشون فراخ. طب يا مازن مش تسلم عليا الاول؟ ماشي ماشي، يلا نبتدي من اول وجديد. ها ازيك يا مازن؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام تمام. قولي عايز ايه بقى؟ عايز اعرف اللانشون فراخ. لانشون فراخ. حاضر حاضر. طيب بص يا مازن، الاربع ده ان شاء الله ناس كتير طالبه بيتزا، فاحنا هنعمل بيتزا. الاربع اللي بعديه ممكن نعمل موضوع اللانشون ده، عشان احنا بس ايه من الحد للتلات بنعمل وصفات لنظام الاكل، الناس اللي عايزه تخس بالدهون. فحاضر يا مازن. طيب كده خلاص عملنا نحط بس كده عصره ليمونه هيديله طعم حلو قوي. يلا نحط بقى اخر حاجه كده معلقه الساور كريم. كده مع رشة بقدونس. عايزة اقول لكم طعمه حلو جدا ومفيد جدا اهو، خلاص كده. بصوا بقى هنعمل دلوقتي كب كيك التونه. كب كيك التونه عباره عن ايه بقى؟ عباره عن تونه وكريم تشيز وساور كريم وجبنه موتزاريلا، بيكنج باودر، شبت، جبنه تشيدر، زيتون، مستارده. التشيدر والمستارده يعني حبه صغيرين قوي، يعني عايزه الاثنين يعملوا 50 جرام، خلاص تمام. اول حاجه هعملها ان انا هجيب كده البيضه اكسرها كده اهو، تمام، وبعدين هرش رشه ملح مع فلفل اسود وبعدين احط البيكنج باودر احط مستردة
وفي مايونيز كمان. ده مايونيز وساور كريم، انا قلت لكم كريم تشيز. ماشي. خلوا بالكم في مايونيز معين اللي بنحطه. خلاص. بصوا بصوا القوام بقى عامل ازاي. بصوا نبتدي نحط بقى كده ساور كريم. يعني عايزه اقول لكم خطير وهو كده. انا بس حاسه ان هو اكتر. بس ايه حسيت انه ممكن يبقى كتير على التونه. دول علبتين تونه هحطهم بالطريقه دي. خلاص اقلب كده كويس قوي. احط الجبنه الموتزاريلا اهو. هحط الجبنه الشادر. كل ده بيدي طعم حلو جدا للوصفه. وقد ايه الوصفه مفيده، ودي فطار عشان احنا زهقانين. انا هو بقالي اسبوعين بعمل لكم انواع كتير من البيض. النهارده هو عملنا كب كيك التونه، ده عشان نفطر بيه. خلاص ده للفطار. طبعا فطار عشاء سناكس، بس قصدي نوع من انواع التغيير للفطار، يعني نحس ان احنا كلنا كده حاجه ايه تشبعنا على طول. نحط شبت واقلب. بس ابتدي بقى ايه انزل بقى الصوص ده كده. والله حاسه ان هو ايه يدوبك على التونه. طيب تمام، ممكن ازوده كمان. بصوا احسن كده عشان بس ما يبقاش الدريسنج اكتر فنضطر نحط تونه. لا الاسهل ان احنا نعمل التونه ونخلصها ونبتدي نحط الحاجات التانيه. نقلب ونشوف محتاجين تاني اكتر ولا لا. انا شايفه انها بقت كده حلوه جدا. بصوا القوام عامل ازاي. بصوا حلوه قوي. ابتدي بقى اعمل ايه، ابتدي احطها بقى. اجيب كده صينيه كب كيك مع ورق كب كيك ماشي، وابتدي اجيب معلقه صغيره. دايما هنا عندنا نقص في المعالق الصغيره. ابتدي احطها. اهو. والبيكنج باودر طبعا مهم. ليه؟ عشان بينفشها كده بيخليها حلوه. نعملها على درجة حرارة 180 ونكون مسخنين الفرن كده قبليها بعشر دقايق قبل ما نحطها. خلاص ايوه كده بس، وندخلها الفرن. في البريك بقى هاخد فاصل، هحطها في الفرن ونرجع نعمل مربى الفراوله. خليكم معايا. رجعنا دلوقتي بعد الفاصل. تعالوا مع بعض النهارده او دلوقتي هنعمل الفقره بتاعت الحلو بتاعتنا. عايزه اقول لكم ناس كتير في النظام الكيتو متضايقين جدا عشان الحلويات قليله قوي. انا النهارده هعمل لكم مربى فراوله
ممكن ناكل منها معلقه زي معلقه الشاي كده كل يوم، او معلقه ونص نحطها على اي توست من التوستات المسموح بيها في النظام بتاعنا، وطعمها حلو جدا. وعلى فكره زيها زي المربى العاديه، مفيش اي فرق، مفيش فرق خالص 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 بجد. خلاص طيب، يعني حتى لو احنا ما بنعملش النظام ده احنا ممكن ناكل المربى دي مربى لايت، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا جدا جدا. معانا فراوله وجيلاتين وسكر لايت وكمان ليمون، بس دي الحاجات اللي احنا عايزينها. هجيب الحله واحط فيها الفراوله، طبعا الفراوله الايام دي كلها مجمده بس طعمها حلو قوي برضو. خلاص نجيب بس كده الايه الاخضر ده. هتنزل طبعا ميه عشان هي اصلا مجمده، فهتنزل ميه اسرع. بس ايه في كده حاجات بس كده. خلاص ونبتدي بقى نحط السكر، يعني نص كيلو فراوله عليه 3 معالق سكر كبار. معانا هدى. الو صباح الخير. صباح النور، ازيك يا هدى؟ ازيك يا شيف غاده؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام الحمد لله، كله تمام. انا طبعا مبسوطه جدا ان انت بقيتي تعملي دايت. لا انا ما بعملش دايت. انا ما بعملش دايت، انا بعمل نظام كده بيخسس بدهون. لا لا بس خسيتي. لا بس خسيت عن الاول. انا خسيت. بس انا ما خسيتش يعني، عملت مش دايت زي مش الدايت المفهوم يعني. لا دايت 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 بلاش دايت. ايش قلت الاول؟ كنت في الاعلان بتاع البرنامج الاول تقولي انا الدايت ماليش فيه، ولغايه دلوقتي بقول الدايت ماليش فيه على فكره. انا الدايت اللي بيجيب اكتئاب ماليش فيه خالص. لا لا صح، ما هو الواحد لازم ينظم اكله، ما بحس ان قله الاكل بالظبط الاكل متعه فيه. ناكل كل اللي احنا عايزينه من غير ما نحرم نفسنا. خلاص ماشي، يلا كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه، وربنا يوفقك كده على الحاجات اللي انت بتعمليها. ميرسي جدا لحضرتك، ميرسي قوي قوي. طيب الفراوله كده بصوا بقى نزلت ايه ميه كده حبه حلوين، ده حلو جدا طبعا الصوص ده اهو. بصوا ابتدي بقى احط السكر كده قلب. طبعا السكر هيبتدي كده ايه يتكرمل مع الفراوله، وهو دي فكره المربى. وبعد كده شويه بس واحط له معلقه جيلاتين. خلاص اهو اسيبها بس كده ايه حبه كده، واجيب كده كب كيك التونه. انا اصلا كنت عامله نسخه عقبال ما دي اشوفها هتستوي في اخر الحلقه ولا لا. معانا هالة. ايوه ايوه. ايه هالة عامله ايه؟ ازيك انت يا حلو، اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لي، كنت عايزه اسال على الرقاق. الرقاق؟ قولي لي عايز تسالي على ايه؟ على الرقاق. عايزه اسال عليه، الرقاق باللبن بيتاكل ازاي؟ الرقاق باللبن، الرقاق حلو يعني مش حادق؟ اه. حاضر حاضر يا حبيبتي، اوكي. طيب بصوا بقى ده الكب كيك التونه، بصوا طالع ده حلو جدا جدا للفطار. هوريكم بقى ايه، بصوا انا ده الكبير وده الصغنن. خلاص ده الصغنن وده الكبير شويه. بصوا اهو نشي، بصوا بيتشال بسهوله جدا من صينيه الكب كيك، ولا حاطه، بصوا انا ولا حاطه فيه زبده ولا زيت ولا اي حاجه، زي ما هي كده بشيلها وبحطها. وانا رايي ان انتوا يعني ما تشيلوش ورق الكب كيك، كل واحد يشيل ورقته وهو جاي ياكلها، يعني ده رايي انا. عايزين تشيلوها براحتكم برضو، ماشي؟ نجيب كده وهنزوقه برضو، هوريكم هنزوقه ازاي. اهو
وده الصغنن، نشيل بقى الباقي كده عشان هنزوق حاجات ونسيب حاجات. في ناس مش بتحب هزوقه بالكريم تشيز، في ناس لا بتحب الحاجه تاكلها كده بالذات الصبح، يعني ممكن ما نتبسطش قوي ان احنا ناكل حاجات بتبقى دسمه قوي. ناس كتير سالتني على القهوه نشربها ازاي والنسكافيه لو عايزين بديل اللبن، هعملها لكم ان شاء الله، يعني هعملها بكره هعملها يوم الاحد. خلاص طيب نقلب كده. معانا ياسين، ايوه ياسين، بصوا الفراوله بصوا عليها، هنسيبها كده مده حبه حلوين ماشي. طيب احط لها بقى كده ايه الجيلاتين، معلقه كده، معلقه شاي صغيره على نص كيلو. عايزين تدوبوه في الميه الاول بعدين تحطوه؟ ما فيش مشكله، عايزين تحطوه كده على طول؟ ما في، انا حطيته على طول عشان اصلا الفراوله منزله العصير بتاعها وانا اصلا مش عايزه اضيف ميه خالص بصراحه. هسيبها كده حبه. لو احكي لكم طعم المربى حلو ازاي، يعني طعمها حلو قوي قوي بجد. هقعد اقلبها. في ناس بتحب مربى الفراوله تبقى كده الفراوله زي ما هي، بس انا ضربتها في الكب عشان تبقى سبريد، تبقى سهل علينا واحنا بناكلها. دي طبعا احنا مسموح بينا ان احنا ناكلها مع قشطه، مسموح ان احنا ناكلها مع كريم تشيز، مسموح ان احنا ناكلها مع كريمه حلويات كده نرش عليها رشه وناكلها، وان احنا ممكن ناكلها مع الكيك. انا كنت عملت كده من فتره كيك الجوز هند. كيك الجوز هند ده دي بتبقى حلوه قوي مع المربى. بصوا عليها على اليوتيوب، كيك الجوز هند اللي انا عملتها دي بتبقى ظريفه جدا مع المربى. وامبارح كمان عملنا، واحنا امبارح عملنا ايه ولا غير توست التوم. احنا برده امبارح عملنا كيكه بدقيق اللوز، دي برده تنفع تبقى حلوه جدا. انا كنت ناسي الموضوع ده، تبقى حلوه قوي مع المربى. ده نوع من انواع التغيير في الفطار، يعني انا اهو عملت لكم البيض، عملنا كمان كب كيك التونه، اهو المربى. ويا ريت ما ناكلش الحلويات بعد العشاء، يعني يفضل ان احنا ما ناكلش خالص الحلويات بعد العشاء. معانا ياسين، يا ياسين انا سامعاك. انا عايزه اعرف وصفه البيض. وصفه البيتزا يوم الاربعاء، يوم الاربعاء يا يويو ماشي ان شاء الله يوم الاربعاء. انت عايز بيتزا بالايه؟ عايز بيتزا بالايه؟ هيا ياسين. طيب ماشي شكرا، يوم الاربعاء هتلاقي فيه بيتزا. بصوا بقى معانا مدام ناديه. صباح الخير. اهلا اهلا، ازي حضرتك عامله ايه؟ بالحضن بالحضن بقى. بالحضن وبالبوس. حبيبه قلبي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ منوره. انا بشوفك بالليل بقى الوقت اللي مش بصحى فيه الصبح، بشوفك بعد الظهر بتاع 7. لا بعد الظهر دي عاده. الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام. الحمد لله يا مدام. ايه الحاجات الحلوه بقى اللي مشوقانه ليها؟ ايه رايك في المربى دي؟ جربتيها قبل كده؟ لا بصي خلي بالك انا مش تخينه، بس بحب الاكل اللي بتعمليه صراحه. لا ما هو ده ملهوش دعوه، المربى دي ملهاش دعوه بالتخن والرفع، والله دي طعمها لا لا قوي. الاكلات اللي بتعمليها حلوه بجد يعني. لازم الناس اللي بتعمل لا لا مش لازم ده. الناس اللي بتعمل كيتو ما هو ممكن لا والله جميله. وبعدين انا بكره العيش والرز والمكرونه كرهتهم والله، باكل الاكل كده من غيرهم. ساعات الواحد بيبقى زهقان. بصي يا غدغوده، انا دلوقتي مش باكل لحوم ولا فراخ، ايه بديلهم بقى؟ كلي بقى يعني لو بتحبي الارانب كلي ارانب، كلي اسماك وتونه. الاسماك والتونه مفيده جدا، بس ما تكتريش التونه عن يعني مرتين في الاسبوع. تونه ده الماكسيمم على فكره، مش حلو ان احنا ناكل تونه كل يوم. بصوا الكب كيك التونه اللي انا طلعته من الفرن استوى الحمد لله. بصوا بقى عامل ازاي، يعني عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي،
وهو طبعا بيكش شويه كده اول ما بنطلعه عشان يبرد. بس بجد دي بقى من الحاجات اللي احنا ممكن نخليها في الثلاجه يومين ثلاثه، ناخدها معانا الشغل في اللانش بوكس. بتبقى حلوة جدا دي، تنفع برضو سناكس عشان الناس اللي كانت بتطلب سناكس ما بين وهم حتى في الشارع مش عارفين، بيقعد يقول لي اقعد اكل، بالذات الرجالة اقعد اكل جبنة رومي وجبنة فلامنك في الشارع. دي من الحاجات اللي تنفع جدا ان احنا نحطها في علبة وناخدها معانا في العربية واحنا رايحين مشوار لو جوعنا. نطلع فاصل بقى ونرجع ان شاء الله نقدم كب كيك التونة وكمان تكون المربى خلصت. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي. بصوا المربى طبعا انا مهديه النار خالص، انا هخليها كده بقى ايه شويه كمان عقبال ما اخلص كب كيك التونه. بصوا بقى انا يعني في الفاصل يعني كنت هشيل دي عشان سخنه قوي لازم نسيبها تبرد شويه زي ما سبت دي تبرد، انا قلت ايه اشيلها كده هي سخنه جدا فمش هنعرف لما نشيلها هتتفرفت مننا، نسيبها تهدى خالص زي ما دي هديت تمام. ونبتدي بقى دي للي حابب يزوقها، انا حابه ان انا طبعا ان انا ازوقها. هنجيب كريم تشيز مع ساور كريم ونعمل كده ايه وردات خلاص بالطريقه دي. عايزين تاكلوها ساده حلوه جدا، عايزين تاكلوها متزوقه حلوه قوي قوي برضو. ماشي اهو نجيب بقى زيتونيه كده نحطها، زيتونيه فلفلايه خضراء الحاجات اللي مسموح بينا، طماطم شاري مش هتقول لا، انصاص كده احنا لينا طماطميه في اليوم ما ننساش ان احنا لازم ناخدها عشان نستفيد بالفوائد اللي فيها. كل حاجه في النظام ده نستخدمها عشان نستفيد، عشان ما نهبطش، عشان ما نتضايقش، عشان ما نصدعش، عشان ما نحسش ان احنا مقريفين، عشان ما نحسش ان احنا مودنا وحش. وانا يا جماعه لما بعمل لكم الوصفات انا بعمل لكم الوصفات اللي تنفع للنظام، انتوا بقى اللي تمسكوا كده وتحسبوا كل واحد ليه كام في اليوم، كل واحد ينفع ياكل كام قطعه لحمه، قد ايه جبنه، انا بعمل لكم الوصفه تمام. الوصفه دي مش بتقضي فرد، الوصفه دي بتقضي من فردين لثلاثه، فاحنا لما نيجي نعمل حاجه انا بديكوا افكار، افكار جديده، انتوا بقى تستخدموا الافكار دي ان انتوا تنفذوها وانتوا بتحسبوا الحسبه بتاعتكم. خلاص ده كده كب كيك التونه الوسط ده الصغنن شويه برضو نعمله، بس نعمل ورديه كده اصغر اهو. ده للناس اللي ايه مش بتحب تبقى الكريم تشيز مليانه قوي، ده كريم تشيز مع ساور كريم. معانا حبيبه. الو. ايوه يا حبيبه. الو. انا معاكي سامعاكي. عايزه اعرف طريقه كب كيك. كب كيك ايه بالظبط؟ كب كيك فانيلا يعني عاديه؟ حاضر لو عندنا يا ولاء طريقه الكب كيك نزلها لها. دي كده اهو اوكي، وكده والزيتون وكده خلصنا كب كيك التونه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا اصلا عاجبني جدا جدا بصراحه، شايفه ان هو سناكس حلو، شايفه ان هو فطار حلو، شايفه ان هو كمان عشاء لطيف قوي. طيب المربى اهي خلاص كده خلصت، بصوا خلاص. طيب نسيبها كده على جنب تبرد. مفيش عندنا بوله صغننه شويه، عايزاها تبرد خالص، لازم نسيبها تبرد خالص يا اما في الحله يا اما ننقلها كده في بوله قبل ما نبتدي نغرفها. طيب المربى دي طبعا انا هسيبها معانا كده على طول، ليه؟ لان انا هعمل لكم كريم تشيز، المربى دي هنحطها في برطمانات لما نيجي نعمل بقى التشيز كيك هنحتاجها، لما نيجي نعمل كده حاجات معينه هنحتاجها، فدي معانا اهو عشان نستخدمها. انا اهو عاملاها في برطمانات دي السبريد، وعايزه اوريكم كمان بصوا دي كمان
دي فراوله طازه انا كنت حطاها في الفريزر. بصوا طعمها مش قادره احكي لكم هو حلو ازاي يعني بجد والله. جربوها وانتوا هتكلموني تقولوا لي هو قد ايه عجبكم. خلاص هنحطها كده، نجيب برطمان يبقى نظيف كويس ومتعقم و نحطها كده اهو. دي انا ضربتها بالهاند بلندر، هوريكم اللي هي مش مضروبه دي لما تبرد شويه تبقى برده شكلها عامل ازاي. اهم حاجه البرطمان يبقى نظيف ومتعقم. اهو بصوا نحط على دي، انا نسيت عصرة الليمونة، نحطها بسرعة كده وهي سخنة. المفروض نحطها وهي على النار. بصوا لونها جميل جدا. دي مفرومة خالص في الكبة للي حابب، اللي حابب ان هو يحطها كده زي ما هي. بصوا كده دي مفروض تبرد شوية بس انا هوريها لكم. عايزين تضربوها بالهاند بلندر او بالكبة اضربوها، مش عايزين ممكن وهي كده هنحطها. ودي برضو ليها احتياجاتها ودي ليها احتياجاتها، بالذات لما نيجي نعمل الحاجات الحلوة اهي. انا بس مش عارفة ادوقها عشان هي سخنة قوي، بس ان شاء الله هتطلع طعمها حلو. اهو انا بحبها قطع قوي. زمان كانوا الفراوله كانت بقطعتها، دلوقتي لا بصراحه، بس زمان كانت فعلا كده، حتى كنا لما نشتريها كان كده. بصوا بقى القطع عامله ازاي، دي كمان هتبقى حلوه قوي القطع دي في التشيز كيك، حلوه جدا كمان اهو. النهارده الحلقه كانت بسيطه وسهله والوصفات سهله وبسيطه جدا عشان تخلص الحلقه وتجربوها على طول. وصفاتنا كمان كلها موجوده في البيت، التونه سهل ان احنا نجيبها جدا، البيض معانا جبنه موتزاريلا، معانا جبنه تشيدر. عايزين تشيلوا نوعين تحطوا نوع واحد من الجبنه مفيش مشكله، على فكره مش هتقول لا، هتبقى برده طعمها حلو. ما ننساش البيكنج باودر عشان ينفشها، حطينا كمان كريم تشيز وساور كريم، وما ننساش معلقه المايونيز الصغيره وكمان المستردة، قلبناهم كلهم مع بعض وحطيناه في ورق الكب كيك من غير ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه، عشان في ناس كتير تعبت من فكره ان انا يعني احس بطعم الزبده في الاكل. فعلا بصوا يا جماعه اي نظام في الدنيا بيزهق، واي نظام بيبقى فيه حرمان من حاجات وان احنا المفروض ناكل حاجات، فاي حاجه في الدنيا بتزهق، فاحنا لازم نغير حتى فكره ان احنا بناكل حاجات فيها دهون وحاجات طعمها حلو وحاجات شكلها حلو، ده برضو احساس بيزهق. فالكب كيك المره دي انا عملتها لكم من غير خالص ولا زبده ولا اي حاجه عشان تستمتعوا بالطعم. عايزين نحس برضو ان احنا بناكل حاجات خفيفه شويه في نفس الوقت مفيده وتفيد جسمنا. ما ننساش الملح، معلقه ملح كل يوم. وكمان بالنسبه للسلمون اللي هو مليان اوميجا 3، حطينا معاه كمان بروكلي الاخضر، الورقيات والحاجات اللي لونها اخضر مهمه جدا جدا في النظام ده، عشان فيها كميه فوائد وميه بتفيد جسمنا بطريقه حلوه جدا. ما ننساش كمان المربى اللي احنا نخليها بقى عندنا في الثلاجه لما نحس ان احنا نفسنا ناكل حاجه حلوه، عندنا مربى نفسنا ناكل حاجه حلوه. الشوكولاته اللي انا عملتها لكم اللي بالمكسرات، عامله لكم نوعين من الحلويات اللي محطوطين في التلاجة نقدر ناخد منهم اي وقت. يا رب تكون الحلقة النهاردة كانت حلوة، واشوفكم بكرة ان شاء الله على الهواء الساعة 10 الصبح. باي باي.